كنا نتمنى نطلع بنتيجة أفضل من هالنتيجة. منتخب تونسي قدم مباراة من البداية، كان من التشكيل اللاعب فيه المدرب باين عليه انه كان داخل عسب انه يرشح كفته من البداية اتوقع، وهذا اللي حصل في المباراة. شفنا المساكني صنع الفارق في الهدف الأول، بعدها حاولنا نرجع حق المباراة، جتنا فرصة ان احنا نعادل النتيجة، لكن في النهاية نقول مبروك حق الفريق منتخب التونسي، وان شاء الله نحن نحاول نعوض في المباراه. يعني شو اللي عمل الفريق اليوم اسماعيل؟ اتوقع طبعا اكيد الجمهور التونسي اليوم، ولو ان عندنا عتب خفيف على الجمهور، البعض من الجمهور التونسي اللي في السلام الوطني الاماراتي عملوا الصافرات استهجان، لكن هذه القله وما تمثل الجمهور التونسي الشعب التونسي، ونحن فاهمين هالشيء. اتوقع ان الجمهور عطى اليوم الاكسترا جير حق المنتخب التونسي، الحضور تقول ان ياسين نلعب في تونس. اتوقع ان المساكني، نعرف نحن قيمه المساكني كلاعب، اتوقع ان اليوم الخطه والتشكيل اللي لعب فيها المدرب هي اعطتهم الادفانتج انهم يقدمون مباراه من البدايه هجوميه، ولعب بكل الاسلحه اللي هي راح تفوزه. يعني ما شاء الله في مثل هذه، سامحني، ما شاء الله في مثل هذا السن وما زال اسماعيل مطر يلعب في كره القدم. اكيد، وفي النهايه اليوم نفكر في الاجيال ونعطي دروس حق اللعيبه او الجيل القادم، ان في كره القدم حتى اللاعب العربي قادر اذا حافظ على نفسه واهتم في نفسه يقدر يلعب للسن اكثر من الناس اللي متوقع. لان تعرف ان احنا عندنا هنا في الوطن العربي بعد السن 33 يقول لك انت انتهيت في، وانت مجرد توك بادي كره قدم. كره القدم بالنسبه لي بعد 33 سنه تبدا تستمتع فيها. فاتوقع حبيبي يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، وان شاء الله نواصل ان شاء الله.